عودية مطيقة دون مراقبة، يتمكن من مباغتة الدفاع والحارس زماموش. عودية يتمكن من إضافة الهدف الثاني في وضعية جيدة في خفلة من دفاع فريق اتحاد العاصمة. يوجد نفسه عودية وجه لوجه أمام زماموش ويباغت زماموش ويتمكن من إضافة الهدف الثاني. سيناريو ربما لا يختلف عن سيناريو المرحلة الأولى، وتلهب المدرجات. عودية يبعث الدفء في مدرجات أنصار فريق وفاق سطيف بعد توقيعه للهدف الثاني، وفرحة هستيرية لهذا اللاعب، للاعب عودية الذي سجل الكثير من الأهداف الحاسمة مع فريق وفاق سطيف لحد الآن في البطولة الوطنية، في الوقت اللي بلال زيري يحتج على مساعدة الحكم يطالب بخطأ، والرؤية أصبحت صعبة على المعلق من غرفة التعليق نظرا للأهازيج واستعمال المفرط أيضا للشماريخ. اللقطة معادة، التمريرة ذكية من فاروق بن القايد دون مراقبة للكرة، عودية يضع الكرة في شباك الحارس زماموش. الهدف الحقيقة جاء نتيجة لخطأ، الخطأ كان سببه هو أن تنفيذ الركلية أربك لاعبي الاتحاد وأخرجوا الكرة، وعندما محاولتهم الخروج من منطقتهم كان رد الفعل سريع لفريق الوفاق ولم يكن